طب السؤال الثاني، انا طلعت من السجود في الركعه الاولى والامام فضل سكت اول ما طلع شويه، وانا مش عارف اقول ايه قبل ما يقرأ الفاتحه، فضل ساكت يعني في الركعه الثانيه يعني. ما في مشكله، عايز تقول دعاء الاستفتاح مره ثانيه اقوله، لكن ما ورد دعاء الاستفتاح في الركعه الثانيه. يعني افضل ساكت يعني؟ افضل ساكت المشكله.